في, في سياق في ذي صلة أنفقت جمعية الشارقة الخيرية ثمانية ملايين درهم على حملتها الموسمية حملة عيد الأضحى من بينها أربعة ملايين درهم لحملة لحوم الأضاحي وأربعة ملايين لتنفيذ حزمة من المشاريع الإنسانية حيث نفذت الحملة بدعم وتعاون كبيرين من قبل المحسنين وفاعلي الخير من الأفراد والجهات والدوائر الحكومية والخاصة استفاد منها وسبعون ألف مستفيد من داخل وخارج الدولة لافتة إلى أن مبادرات العشر من ذي الحجة التي أطلقتها الجمعية حققت أربعة ملايين درهم من إجمالي تبرعات فاعلي الخير وأوضح الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية أن مشاريع الحملة شملت أيضا مبادرة يوم عرفة لعلاج المرضى وتوزيع عشرة آلاف وجبة ضمن مشروع إطعام الطعام على العمال مع غروب شمس يوم عرفة بتكلفة 150 ألف درهم إلى جانب مساهمة أهل الخير في دعم توسع توسيع مشروع عيادة غسيل الكلى من خلال رفع السعة الاستيعابية به من 16 جلسة إلى 24 جلسة.